رواش رواش رواش. يا سلام، يوم الجمعة ده يوم جميل. ربنا يجعل أيامك كلها جميلة يا فضل. الله يعزك يا قاضي رواش، الخطبة اللي قلتها النهاردة عن العدل أثرت فيها قوي. تعرف يا فضل، وأنا فوق المنبر كانت عيني عليك أنت، عارف ليه؟ ليه يا قاضي رواش؟ لأنك راجل من رجال كلمة الحق والعدل، وعلى قد ما أنا خايف عليك من أهل الباطل، على قد ما أنا فرحان بيك وبقلبك اللي متنور بنور الله. وانا عمري ما خاف من حد طول ما انا براعي ربنا، وطول ما عندنا قاضي عادل زيك. قول لي يا قاضي رواش، ايه اخبار البلد؟ والله انا شايف ان زعفران بيحاول يسيطر على البلد. زعفران هيقدر على الشغلانه دي؟ زعفران راجل يا فضل وعارف شغله زين، وبعدين هو وعدني ان هو هيقضي على الفساد، خصوصا سعدون لانه افسد واحد في الدرك. على الله. طب ما تتفضل معانا. شكرا. بجد والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز ايه؟ عايز الحقيقة. ومن متى التجار بيدوروا على حقيقة؟ ساعدني. قلنا ونبحنا الصوت، اوعاك في يوم ترمي حجر كبير تحتاج تشرب منه. انا تايه، دلني على الطريق. لانك كنت على الطريق وطليت، بس انت مستعجل. بدور الامل. طلعني من بيت الخنوع، كنت انا الموجوع. انكسارك هو موتك، ذلك هو الجوع. كانت كلمه بتحبي، بعد ما اتولدت بقت كلمات. صرخت بأول قصيدة ترفض السكات، والناس جوا الضباب دخلوا، الناس جوا الضباب دخلوا. ما تخرجنيش برا الصفوف، تفتحش علي باب أنا ما صدقت قفلته. ما تعملش في الظلمة اللي تخاف تعمله في النور. خليك سيف بطار، تخزن همك بيدك عقدة عقدة. اوعاك يكون همك بقى سمك، وقلبك انشغل عن اللي جاي عشان. وقلبك انشغل عن اللي جاي عشان. عم رواش، عم رواش، انت رحت فين يا عم رواش؟ رد علي يا عم رواش. عم رواش، عم رواش. اشترك الآن وتعالوا نشوف جديد رمضان مع المجد، مع باقة من العروض المميزة والحصرية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.